اهلا وسهلا واهلا بكل المتابعين على اثير البي ان اف ام 91. حرحب بمحمد فضل الله والاستاذ الرياضي. الو الو استاذ بسمات، تحيه ليك وتحيه للسيد الاغنات النيل الازرق والزملاء الاعزاء فريق العمل. اهلا وسهلا، الاخبار تمام؟ جهزت حاجات رمضان ولا لسه؟ وين لسه يا اخي؟ لسه والله المره دي غايت الصواني برا مع تزعه طويله دي، ما عارفه الاكل حيكون كيف. اي والله سيدي خاصتي الخطفي يتحول الى غوش. الله يستر عليك على الصواري. الاخبار شنو؟ كويس؟ كله تمام والله. كيف انت؟ الحمد لله الحمد لله. المريخ يعني للاسف الشديد. نعم صحيح، يمكن بالامس ودع المريخ بطوله افريقيا، و نتمنى التعويض من فريق الهلال عشان يكون عندنا فريق في الدور الثاني في دوري الثمانية. المباراة كانت مجملة طبعا، المريخ خسر 1-3 بعد ما كان يعني في فترات من المباراة كان شكله كويس جدا، بعد تلقى هدف بعد ذاك تمكن من التعديل والتفوق على الأهلي في فترات من المباراة، لكن الأهلي بخبرته بالأخطاء اللي كانت حاصلة تمكن من أنه يعني يسجل الهدف الثاني والثالث في اقل من دقيقه، بالتالي كسب المباراه وكسب يعني الاقتراب من التاهل للدوري الثمانيه في دوري ابطال افريقيا عبر المجموعه الاولى. نقول معليش فريق المريخ ويستفيد من اخطائنا المتكرره طبعا كل عام زي ما كل المتابعين، والناس بتنتقد وبتوري وبتعرف الحاصل، وبعد ذاك يعني ان شاء الله الناس تمشي في الطريق الصحيح. اخطاء متكرره طبعا في كل السنوات، و يعني ممكن يعني يكون كان افضل من كده في حاجات كثيره جدا في معطيات بدايه هذه البطوله وهذه المباريات. نتمنى التوفيق انه القائمين على امر المريخ من مجلس ادارته انه يكونوا حاضرين في معالجه الاخطاء، و يعني نشوف موسم قادم افريقي افضل، يعني وخاصه انه انت عندك بعض الخامات وبعض الايجابيات المفروض تتلافاها في العمل دائما. طبعا الحاجات دي دائما بيكون في العمل الاداري، يعني زي ما عارفين مشكلتنا كلها في السودان الاداره زي ما بيقولوا دائما في كل حاجه. يعني نتمنى يعني التوفيق ونشوف حاجات نموذجيه قادمه باذن الله، نستفيد من الايجابيات و نبعد السلبيات بعيدا، ويكون عندنا كلمه ان شاء الله في مشاركاتنا طريقه كويسه، لكن ما نكرر اخطاء نفس العام دي العام القادم وكذا بتكون مشكله كبيره. يعني بنكون دايرين في حلقه يعني مفرغه، وموضوع ما بيمشي للقدام. نتمنى المريخ عنده 4 نقاط خلاص فقد التاهل حتى بعد مباراته القادمه، لانه الاهلي حيكون متفوق عليه كده بالمواجهات المباشره لو حقق الفوز هو في مباراته القادمه. يعني فريق المريخ ما بيحصل المواجهات المباشره بتحسم الامر مع فريق الاهلي، دي الفرصه الوحيده اللي خلته خارج المنافسه الان مع صن داون، ما بيحصلوا 10 نقاط يعني حتى لو فاز عليه. فاليوم النتائج الامس برضه يمكن امازولو جنوب افريقيا خسر على ارضه امام الرجاء الرياضي بهدفين دون مقابل، وفاق السيف الجزائري فاز 3-2 على حريه الغيني. دي مباريات الامس. مباريات اليوم برضه يمكن ما يهمنا فيها هلال السودان ان شاء الله في مباراه مهمه، مباراه الترقي للدور الثاني او فتح الطريق عشان ما يدخل الى الدور الثاني بطريقه كويسه جدا. نتمنى له تفوق مباراه اليوم امام صن داونز الجنوب افريقي، مباراه مهمه جدا للدرجه البعيده بالنسبه لي الفريق الهلالي. حتكون ظهور و الهلالي يدخل ب4 نقاط، صن داونز 10 نقاط، ده من التاهل. صن داونز طبعا بعد نتيجه الامس بتاعت المريخ دي، والهلال اذا اراد التاهل والترقي وان شاء الله يكون ديه يعني يفوز في مباراه اليوم ويدخل الى مباراه الاهلي طبعا بفرصتي الفوز او التعادل الايجابي، ويتفوق على الاهلي بالمواجهات المباشره في حاله التعادل الايجابي مع الاهلي في مصر
اول فوز عليه. نتمنى انه تحصل الحاجه دي، ودي ما بعيده في عالم كره القدم. طبعا اصبح الامر بارجل لاعبي الهلال، والهلال بدا بدايه كويسه جدا من الاسبوع الماضي بعد فوزه على في مباراه القمه. ممكن يكون بعدين كلمه مهمه جدا في هذه المشاركه، وان شاء الله يرتقي للدور الثاني بما عودونا يعني في ادائهم المميز دائما في دوري الابطال. الليله في برضه بعض المباريات الاخرى، بيترو اتلتيكو الانغولي لاعب مع الزمالك المصري، جوان جلاسكي بوتسوانا لاعب مع الترجي الرياضي، شباب الجزائر لاعب مع النجم الساحلي، واساغاردا اسبانيا الانغولي لاعب مع الوداد المغربي، في مباريات مهمه جدا في دوري الابطال المرحله الخامسه قبل الاخيره من اجل الترقي لدوري الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الدوري الانجليزي كان فيه مباراه واحده، وولفرهامبتون خسر على ارضه امام ليدز يونايتد 2-3. الدوري الاسباني مباراه واحده، اتلتيك بلباو تعادل مع خطافي. الدوري الايطالي مباراتين، جنوا فاز 1-0 على تورينو، وساسولو فاز 4-1 على سبيزيا. وفي الدوري الالماني مباراه واحده، بوخوم خسر على ارضه امام بروسيا مونشن غلادبه. وفي الدور الفرنسي ايضا مباراه واحده، سانت اتيان تعادل بهدف مع فوروا. تحيه لك يا بسمات. شكرا جزيلا محمد، من التوفيق للهلال يا رب، ربنا يحسن ويصلح كل الاحوال ان شاء الله. اهلا وسهلا.